زى ما انتم عارفين طبعا البابا توادرس كان بعد الحادث اللى كان حصل في بالنسبه للشهيدين عماد وابنه ديفيد كان طلع في الميسات وكان علق على امور كتير ومنها طبعا قدم الواجب العزاء وكان برضو بيقول للشباب تريثوا في كل شيء وانه ثقوا في القياده ده الجزء الثاني لو ممكن يعني نعرضه وفي نفس الوقت برضو الكلام اللي كان بيتكلم عنه على اعتبار انه لما كان بيقول انه برضو المشروعات والحاجات اللي في التنميه دي اللي هتتعمل يمكن هي دي اللي تكون يعني ان شاء الله تغير الفكر المتشدد والثقافة اللي انتشرت في المجتمع. القيادة. سواء على مستوى الكنيسة أو على مستوى الوطن. لأن القيادات في الكنيسة والقيادات في الوطن ليس لها صالح غير الوطن أولاً وأخيراً. وكلمة صالح الوطن يعني الحياة في سلام. الحياة في سلام. أي مجتمع فيه مشكلات بتحصل. اي مجتمع، مجتمع كبير او صغير دون النظر يعني، واي بيت اسرة واحدة بيحصل فيها مشكلات. شيء طبيعي، الحياة الإنسانية فيها مشكلات وفيها ضعفات، والمجتمع الفاضل أو المدينة الفاضلة بتاعة الفلاسفة اليونان لم يوجد على الأرض حتى اليوم. إحنا بنتكلم عن السماء هي المجتمع الفاضل، لكن طالما على الأرض نحن في ضعف. في مشكلات بتحصل، في حوادث بتحصل، في إجرام بيحصل، في عنف بيحصل في كل حته في الدنيا في كل مكان وده مش مبرر إن مجتمعنا يبقى مختلف لكن ده واقع الحياه الإنسانيه. فأنا بقول للشباب من فضلكم تريصوا قبل ما تقولوا أي كلمه وحاول تعرف أو تفهم أو تدرك الموضوع كله اللي بتتكلم فيه. ثم ان التعبيرات الخاطئه او الالفاظ اللي ممكن تكون غير لائقه مش هتحل حاجه هو لما واحد يشتم واحد عارف القصه دي كان دايما تاني كان برضو في لقاءات تانية زي ما كان معلن عن الحوار للبابا مع الدي ام ومع إيمان الحصري والحقيقة يمكن كان البابا ركز في موضوعات مهمة برضو كان بيقول أنا مواطن مصري أولا وصحيح مسيح الديانة لكني مواطن مصري بالمقام الأول من اللي قاله برضو البابا قال كلمة المعارضة كلمة لا وجود لها داخل الكنيسة أكد قداسة البابا أنه قداس عيد الميلاد هيقام في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وقال عنها عن كاتدرائية ميلاد المسيح أنها تكون الأكبر في الشرق الأوسط البابا وقف عند قصة القدس الحقيقة وقال من يزور القدس يهدف لأخذ البركة من الأماكن المقدسة وليس لأي غرض آخر اللي هو زيارة أورشليم والأماكن المقدسة ويمكن كان برضو البابا من الحاجات اللي برضو وقف عندها إن هو كان بيقول أنا مع فكرة إن الناس تروح القدس لأنه المنع ملوش معنى كبير حاليا يعني ده برضو يا جماعه مش زي زمان لما كان بيقول لك لا ما واللي بيروح بيتم عقاب التناول منعه من التناول الكلام ده وكانش بيحصل يعني قوي ولكن اعتقد دلوقتي قداسه البابا كان قبل كده برضو اكد ان محمود عباس الرئيس الفلسطيني لما جه مصر كان بيدعو المسيحيين وانهم يزوروا الاماكن المقدسه في اورشليم ومكان طبعا ميلاد المسيح وكنيسه القيامه واماكن طبعا طريق الصلب وقبر المسيح هناك طبعا فبالتالي كان يعني دي نقطة مهمة زيارة القدس بالنسبة لهذا الحوار بالنسبة لقداسة البابا قال أنه هو مع فكرة إن الناس تروح تزور أورشليم القدس البابا قال بعد حادث دير ابو مقار اوقفنا استقبال طالبي الرهبنه الجدد لمده عام يمكن دي من الحاجات اللي كانت تم اصدارها برضو تطرق الحديث عن انه تربيته وهو صغير وازاي بدا ياخد قرار الرهبنه وانه هو اتربى قرب دير في اللي هي دميانه في المنصوره عشان كده بدات حب الرهبنه يتزرع في جواه من منذ طفولته وقال ان والدته كانت عايزه عايزاه يتجوز الاول وبعد كده لما هو اصر على قرار الدير وافقت وقال برضو عن وفاتها وذكرياته بالنسبه لوفاه والدته بعد انتخابه بطريرك بعمين وان ده كان وان هي كانت ليها تاثير كبير في حياته فبيقول بكيت وقت اختيار بابا للكنيسه بكاء صلاه وطلب من ربنا المساعده تحدث البابا في حواره مع دين ميسي مع ايمان الحسري عن بدايه حياه الرهبنه ان هو اتعلم الطبخ وكانت اكله البصاره هي اول طبخه اتعلمها وبيقول برضو انه تحدث عن الجواز الجواز قرار خطير في اي سواء لاي انسان في اي دين وانه رابطه الزواج في المفهوم الكنسي لا تنتهي سوى بالموت او ارتكاب احدهما الزنا البابا تحدث برضو عن حبه للاطفال وانه قد ايه فعلا يعني لما بيكون موجود مع الاطفال بيحس ان هو كده بعيد عن التعقيدات اللي في العالم وفي بساطه وبرضو كان حكى قصه حكايه الشجره اللي حكاها لما التقى مع مجموعه من الاطفال يعني الحديث كان رايح في الاتجاه اللي هو البابا الانسان البابا القرار البابا والحاجات اللي اثرت فيه وانه زي ما قلنا لحضراتكم يعني تاكيده على انه مواطن مصري اولا الديانه مسيحيه او مسيحيه ديانه ولكنه مواطن مسيحي مصري برضه يعني الجزء التاني اللي هنروح بيه لحضراتكم عند المدق بتاع دير الانبا صمويل وكنا تم الاعلان انه لفتره احياء ذكرى الاربعين وفي نفس الوقت برضه صلوات ذكرى الاربعين وكمان ذكرى الانبا صمويل نفسه والاحتفال بعيد الانبا صمويل وانه كان في وعد انه يتم افتتاح الطريق او يعني السماح للناس بان هي تروح وتزور فالحقيقه الاقباط متحدون كانت رصدت الكم الكبير من قوات الجيش وقوات خاصه من الشرطه بتامين دير الانبا صمويل الطريق وذلك اثناء ذكرى شهداء حادث المدق وايضا الاحتفال بعيد الانبا صمويل تم فتح الدير لمده ستة ايام ويختتم اليوم عيده وتم تمشيط المنطقه مع نشر قوات الجيش بطوال المدق ومحيط الدير حتى انتهاء الاحتفالات وتم تنظيم مديح للشهداء في موقع الحادث الاول والثاني والاحتفالات كده بتنتهي والزيارات تنتهي ودي الفتره اللي كانوا الجيش والشرطه كانوا وعدوا بان ويتم حمايه المدقه علشان اي ناس تزور او علشان تصلي بالنسبه لذكرى الاربعين اتمنى انه الفتره اللي جايه يكون بالفعل بدا الطريق في رصف في الطريق وانه يكون في قوات التمشيط دي موجوده باستمرار وانه ما يتمش تاني المنع تماما للزيارات ومنع دخول العربيات اللي هي واخده الاكل والمعونات والاعانات للدقيق اللي هي يعني الدقيق ال واذا كان في برضو اعمال بتتعمل في الدير. بالنسبة برضو بأكد على حضراتكم لو تفتكروا قصة كريم اللي كان أخته تبرعت له بفص كبد والحقيقة كان كريم تعب تاني خالص ومن الفترة اللي فاتت كانوا قالوا إنه تعبان واليومين دول قالوا إن هو الحقيقي حقيقي يعني محتاج يعني يا أي حد يساعده كريم محتاج متبرع في اسرع وقت لانه حالته صعبه جدا كل دقيقه مهمه جدا حتى لو مش هتقدر تتبرع نشرنا البوست ده على صفحتنا وقلنا لكم من فضلكم حتى وصلوه لاكبر عدد هو مطلوب متبرع بفص كبد المتبرع لازم تكون صحته طبعا كويسه وخالي من امراض فصيله دمه ايه او او والتليفونات وموجود على الصفحه عندنا من فضلكم انشروا الخبر ويا رب يلاقي ان شاء الله متبرع ويتحسن ونفرح كلنا بتحسنه باذن الله آه، القمص برام عزمي مسؤول الاعلام الدولي بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اعلن عن اتخاذ الكنيسه ممثله في بطريركيه الاقباط الارثوذكس بالكرسي الاورشليمي الاجراءات القانونيه لاسترجاع الملكيه الشرعيه لدير السلطان في مدينه الاورشليم والقوات الاحتلال الاسرائيلي كانت من عام 1970 اغتصبت حق الدير وسلمته من الكنيسه الارثوذكسيه وسلمته للرهبان واعلن القمص برام عزمي في بيان له ان الكنيسه عينت فريق من المحامين الدوليين لتولي القضيه في كل من اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. اشار القومس برام الى ان الرسوم القانونيه لهذه القضيه تفوق بكثير قدره دير السلطان الماليه عشان كده قررت الكنيسه فتح باب الدعم والتبرع للمساعده في تمويل هذه الجهود القانونيه باهظه الثمن لافتا الى تشكيل الكنيسه فريق دولي لمتابعه ازمه دير السلطان. نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها انتهى يعني كان عاد إلى مصر بعد اختتام زيارته للسعودية التي دامت ما يقرب ل 21 يوم تفقد خلالها الأنبا مرقس أحوال الأقباط بالمملكة وكان في استقباله في العاصمة السعودية الرياض محمد العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وحضر لقاء وفد من السفارة المصرية بالسعودية وشهدت المملكة العربية السعودية أول قداس مسيحي رسمي بحضور عشرات الأقباط أو مشاركة الأنبا مرقس اللي كان وقت كان بن سلمان موجود فى مصر وقدم الدعوه للانبا مرقس بشكل رسمي والأم مرؤوس كان تحدث مع قناة البي بي سي عن ما قام به في السعودية وقال طبعا كان في اعترافات أخذ اعترافات أولاده وكان في صلوات طبعا ده الطبيعي لأي أسقف أو أي كاهن بيروح يفتقد الأولاد أولاده يعني في أي مكان وبرضه سألوا هل في نية إنشاء كنيسة فقال إحنا لم نتطرق لهذا الأمر ولكن كان الحقيقة تأكيد بأنه زي ما يعني حق المسيحيين في أي مكان أن يكون لهم كنيسة فالمفروض أن الكنيسة تكون في أي دولة في العالم وده اللي اشار اليه الانبا مرقس بنتمنى ان شاء الله انه تتم فعلا موضوع الكنيسه. الانبا روفائيل غادر ميلبورن عائدا الى القاهره بعد زياره استغرقت عده ايام بتكليف من قداسه البابا تودروس عشان متابعه طبعا الاستقاله التي تقدم بها نيافه الانبا سوريال. والانبا يؤنس بالنسبه للحاله الصحيه الحمد لله اجرى عمليه ناجحه عمليه جراحيه ناجحه بالقدم واجراها لي الدكتور فادي نبيل والحقيقه كان عرضنا ان كان قداسه البابا كان زاره وكمان القس الدكتور اندريا زكي ايضا رئيس الطائفه الانجيليه قام ايضا بزياره الانبا يؤنس في حاجة جميلة أوي إحنا اليومين دول تسبيحة الحياة تسبحة بالنسبة للشباب تسبيحة الكياك وكان مجموعة الشباب دول في فندق وكان انتم عارفين في فنادق كتير بيبقى فيه البيانو موجود فالمجموعة دي كانوا موجودين فراحوا انتهزوا فرصة البيانو حد بيعزف حلو وراحوا عزفوا عزفوا يعني وسبحوا تسبيحة يعني تسبيحة كياكية الشباب دول دي أسرة الشباب المغتربين في القاهرة وبيعملوا على فكرة اسمهم أسرة البابا أثناسيوس للمغتربين وعندهم اجتماع في الكاتدرائية بيكون كل يوم اثنين الساعة ستة ونص مساء وبيدعوا الحقيقة هم بيقدموا دعوة لكل الخريجين لكل الخريجين المغتربين والشباب المغتربين ان هم يشاركوهم في اجتماعهم كل يوم اثنين الساعه ستة ونص نسمع مع حضراتكم جزء من ازاي ان هم في قاعه الفندق قاموا بالتسبيحه الكهكيه الجميله دي

حاجه جميله جدا والحقيقه احنا سعداء قوي بنقول يا رب كده تبقى في اخبار حلوه وحاجات جميله وتسبيح واحتفالات ويعني تتوقف كده شويه يا رب كده يعني الاخبار الصعبه البابا توادرس ايضا سوف يشارك الشباب القبطي في التسبيحه الكهكيه يوم الخميس القادم ان شاء الله 27 ديسمبر والشباب القبطي عاملين الموضوع ده تحت عنوان سينرجي 2 انه التسبيح الكهكيه للشباب هتكون مع قداسه البابا ونيافه الانبا موسى ونيافه الانبا رفائيل والاباء الاساقفه والاباء الكهنه الخميس 27 ديسمبر في الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه هتكون التسبيحه تبدا في التاسعه مساء الخميس وتنتهي بالقداس الالهي في ساعه مبكره من صباح الجمعه النهارده كانت العزة الأسبوعية لقداسة البابا وأعلن قداسة البابا أن العزة الأسبوعية هتتوقف حتى تعود مرة أخرى ليوم يعني لغاية يوم 23 يناير وطبعا هتتوقف لأنه بتكون في صلوات التسبيحة الكهكية وصلوات طبعا رأس السنة والعيد وبيجي كمان عيد الغطاس وهتعود العزة مرة أخرى 23 يناير كل سنة وحضراتكم طيبين. البابا ترأس القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مريم. جرجس بمدينة الشروق كمان في لجنة برلمانية هتلتقي البابا توادروس لتعزيز التوجه نحو إفريقيا ودي لجنة للشؤون الأفريقية بمجلس النواب هتلتقي البابا غدا الخميس بإذن الله البابا استقبل أيضا أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتورة سورية بشعلاني في المقر البابوية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكانت الحياة الدكتورة سورية شكرت الكنائس المصرية على حفاوة الاستقبال